تعال نسوي دولمة عراقية حامضة ولاجعة وما ينشبع من عدها. للحشوة كوبين تمن بسمتي منقوع نص ساعة، لحم مثروم، حشوة الخضروات اللي حفرناها، 3 ملاعق معجون، كاري وفلفل أسود، 2 ملاعق لمندوزي، و2 ملاعق ملح، 1/4 كوب زيت، ومعدنوس مثروم، دبس رمان حسب رغبتكم، ونخلطهم سوية. بجدر راح أخلي شوية زيت وعضود السلق، بعدين نحشي الخضروات، نبديها بالبصل، بعدين الخضروات البقية مثل الباذنجان والفلفل والخيار والطماطة والشجر، بعدها السلق نحشي بهاي الطريقة ونرصهم كلهم بالجدر. أخلي الجدر على نار عالية لمدة 10 دقائق، بعدين أضيف له 1/2 كوب مي وذوب به 2 ملاعق معجون و2 ملاعق لمندوزي وملح، بخليه على نار متوسطة لحد ما تصير يعني أطيب دولمة، وألف عافية الغالي.